اتفضلي. معنا استاذه منى. الو. اي استاذه منى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذه ساره، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. ازيك يا فضيله الشيخ؟ يا مرحبا، اخبار حضرتك؟ والله انا مبسوطه لما بشوفك، كاني يعني انت اوجبتك بترد السؤال بما يرضي الله. ربنا يديك الصحه. الله يبارك عمرك يا رب، تسلمي. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وفي الشيخ عبده بصراحه. الله يخليك. اتفضلي. بص حضرتك، انا جوزي كان سايب لي شقه، انا النص وبنته النص، بنته دي متجوزه ومخلفه يعني. حضرتك كنت زوجة تانية؟ بنته من زوجة تانية. تمام. فكان دايما يقول لي يعني انت لما تيجي مهما الشقة تجيب لك اديها مثلا 50,000، واخد بال حضرتك؟ جابت لك 200، جابت لك 300، انت ما تجيش دعوة. انا شقيت وتعبت معاه جامد يعني، ربنا اللي يعلم. فكان دايما يقول لي اديها ايه 50,000. فجيت انا ايه اديتها 54,000، المهم انا بعت ب 100، النص بتاعها بعته ب 100. تمام. واخد بال حضرتك؟ فروحت سالت في الازهر بنفس الوضع ده كده، قال لي لا انت المفروض يا تديها بقيه الفلوس بقيه ال 100، يا اما تقولي لها وهي اذا يعني عفت عنك وسامحتك خلاص يبقى انت كده مفيش مشكله. صحيح. تمام. فانا رحت للبنت وقلت لها يا بنتي الوضع كذا كذا كذا، وابوكي قال لي كذا، ويا بنتي انت مسامحه مسامحه، مش مسامحه انا احاول ان انا اتصرف لك واديكي ايه جزء من الفلوس. تمام. فالبنت قالت لي خلاص انا مسامحه. جميل. واخد بال حضرتك؟ فكان كده يعني انا ذنب عليا ولا كده مظبوط الموضوع؟ ولا اما افك وداعتي مثلا اكتب لها قرشين ولا اعمل ايه؟ هي حضرتك لما قلت لها كده، لما حضرتك قلت لها كده سمحت من قلبها ولا كانت محرجه؟ لا، قالت لي يا طنط كتر خيرك، وانا ان انت يعني انت طلعتي معايا احسن من اهلي، ويعني ربنا اللي يعلم. سبحان يعني. الله سبحان الله. سبحان الله. وفعلا انا مش سايبها يعني، انا اللي بقدر عليها برضه، انت عارف حضرتك انا بودي. ربنا يبارك لكم يعني ربنا يبارك لها والله. عايزه برضه ابقى خاليه يعني ذنبي قدام ربنا برضه، عشان خايفه من حساب ربنا يعني. فهل كده خلاص يعني ابقى انا، ولا برضو اكتب لها اي حاجه ولا اعمل ايه؟ لا، هو هي صاحبه الحق، هي طالما يعني طابت نفسها وقالت لحضرتك خلاص يا طنط وربنا يجزيك خير على اللي انت عملتيه معانا، وحضرتك حسيتي من قلبك ان هي مش يعني ما قالتش كده تحت ضغط او كانت محرجه، لا فخلاص هي تنازلت عن حقها، فلا حرج في الامر يعني، وهو حقك وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه. هي والدتها يعني بجبر الخواطر يعني راضين يعني. طيب، ربنا يبارك في حضرتك يا استاذه منى بجد على التحري ده، ان هي سالت في الازهر وبتتصل تتاكد وهي اصلا مسامحه، فربنا يبارك لك. القلوب السليمه دي مش بالساهل دلوقتي. انت عارفه يا سهر يعني، ساره انت عارفه الواحد بيبقى يعني مش عارف تحت ايه اللي مستنيه، عذاب الدنيا احنا عارفينه. صحيح. بس عذاب الاخره احنا ما احناش عارفينه ايه، بس ده اللي ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يفتح عليك يا رب ويكتر من امثال حضرتك بصراحه. طيب. ربنا يبارك في حضرتك. اتعبكم معايا واسالكم سؤال ثاني؟ اتفضلي. طبعا. انا عندي بنتي بقى لها 12 سنه، ربنا يوريك فضلت الشيخ يعني، اخر حاجه من حوالي 3 اشهر كده قالت لي يا طنط كنا سايبينها في البيت، قالت لي يا ماما احنا انا كنت نايمه ولقيت ايد طالعه من قلب الحيطه كلها شعر وليها خوالب، فنميت رميت نفسي من على سرير في الارض وشديت المصحف في ايديا، فالايد نفسها دخلت تاني. بتخش الحمام وفضلت الشيخ بتشوف حاجات كتير قوي، رحت برضه فضلت رحت للازهر على اساس يشوفوا لنا حل، السكرتيره ما رضتش تدخلني. فاقول لحضرتك انا اعمل، وانا مش عايزه برضه اتجه للطريق الغلط عشان خاطر ربنا ما يعني ما يغضبش علينا، فاقول لحضرتك انا اعمل ايه؟ طيب، هو اتواصل لمين في الازهر ان هو يحل لي المشكله دي؟ هي المشكله مش هتوصل للازهر. حضرتك حابب تسالها في حاجه؟ لا خلاص. بص حضرتك برضه هي وقالت قران بيغمى عليها، لو انا قريت لها قريت الكرسي قعدت يومين مش دارانه بالدنيا ولا اللي فيها، فاحنا برضه مش عارفين احنا نفسنا نعالجها بالقران. تمام. طيب يا استاذه منى، سؤال حضرتك وصل وربنا يعفو عنها يا رب، والشيخ عبده هيرد على حضرتك. شكرا جدا ليكي. هو اولا يعني مسائل عموما منتشره في المجتمع انتشار واسع جدا، ده حقيقي. مشاكل الحسد والسحر والاعمال والمس وعلى كل المستويات والجن دلوقتي. والمشكله فيها ان احنا ما عندناش كتالوج بنمشي عليه، يعني مثلا الشخص ده هل هو عنده مس ولا سحر، نقوم نعمل مثلا تحليل او اشعه معينه تطلع لنا هو مسحور ولا صح. لا مش موجود. فانا عندي معادله بقولها لاي حد بيعاني من اي مشكله بيظن ان هو عنده حسد او سحر او اي مشكله من المشاكل دي، لازم يمشي في كل الاتجاهات. الاتجاه الاول اتجاه الطب. احنا عندنا الاعراض بتتفاوت، يعني مثلا واحد عنده صداع شديد وكسل وخمول، ممكن نقص الفيتامين في جسمه يعمل له نفس الاعراض. أيوة. فأول حاجة نروح لطبيب يعمل تحاليل شاملة للإنسان ده، شوف عنده أي مشكلة صحية عالجها. رقم 2، أي مشكلة نفسية هتعمل لها نفس الأعراض اللي حضرتك ذكرتيها. ف
فلو في مشكله نفسيه تتعالج. كتير من الناس حتى لو خيالات ووقعت الكرسي بتقراها بيحصل لها مشكله، حتى لو خيالات كتير جدا والقران وكده الحاجات دي، كل ده بيحصل لان احنا بنقنع نفسنا بكده. تمام، بس دي حالات واقعيه احنا عايشناها. ايوه، فنروح لو خدنا العلاج والانسان بقى كويس يبقى خلاص الموضوع مش ملوش علاقه بالامر ده. تمام. رقم ثلاثة، الرقيه الشرعيه. طيب احنا ينفع نمشي في حاجه ونسيب حاجه؟ لا، بنمشي فيهم مع التوازي. بمعنى ايه؟ واحد ماشي في الشارع، حد شافه ما شاء الله لابس كويس ويعني جسمه رياضي وكل حاجه، فوقع رجليه اتكسرت، هو اتحسد واحنا موقنين ان هو اتحسد، ساعتها ناخده نوديه المستشفى نجبس له رجليه ولا نجيب له شيخ يرقيه؟ نعمل ايه؟ لا اكيد المستشفى الاول نجبسه. طيب طالما في مشكله عضويه بنروح بها للطبيب يعالج المشكله العضويه، وفي مشكله تانية الحسد والسحر بنجيب شيخ يرقيه، او هو يرقي نفسه على فكره بسهوله جدا. فلازم نمشي في الاتجاهين، طالما في مشكله حصلت بنتوقع ان هي تكون مشكله طبيه فبنمشي في الناحيه الطبيه. انهي شيخ اللي يرقي بقى؟ علشان دي كتير ساعات بيقعوا في حاجات. لازم حد نكون متيقنين انه يرقي بالقران وفقط. اي حد بقى يطلب من حد اسم مامته يقول انا عاوزك قول لي اسم مامتك، هات لي صورتك، زي ما بعض الناس مثلا تقولها ده انت زوجك مش بيحبك، انت معمول لك عمل، صوري لي مش عارف جسمك بطريقه معينه، كل ده يطلب منها هاتيلي مثلا حته من لبسه، مش عارف، انا عاوز يطلب حاجات محرمه. بعض الناس يطلب مثلا يقول لك انا عاوزك تجيب لي حاجه مقتوله مثلا، او عظمه معينه من حيوان. باين قوي ان دي حاجات، كل ده طريق السحر للاسف. ايوه، اي بنت بتحب ولد ونفسها تتجوز وبعدين واحد يقول لها طب هاتيلي اسمه واسم مامته وان شاء الله وان شاء الله خير، اللي هو قلب الحبيب، ده سحر، والانسان ده هيتسحر، وانت هتكوني عملت حاجه يعني كفر والعياذ بالله. من ذهب الى عراف فساله فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. الموضوع ده منتشر كتير جدا. احنا يكفينا ما جاء في القران، الرقيه الشرعيه بايات الله، حد نكون واثقين ان هو شيخ في مسجد او معروف بين الناس ان هو لا يفعل شيء وبيحصل قدامنا. بيجي الانسان ده يقرا عليه القران وبيقرا القران ده على ماء يشرب منه، وهذا يعني يكفي الانسان في علاج الحسد. هي كان سؤالها تحديدا، قالت هي حتى حاولت تروح الازهر ما عرفتش تاخد ميعاد بسبب الموضوع. ما هو ما فيش في الازهر رقيه شرعيه. تروح لمين بقى يعني؟ ما احنا قلنا اولا نروح للدكتور نكشف. تمام. نشوف طبيب نفسي. وبعدين اي حد في مسجد قريب منها تقول له والله يا شيخ انا راجل معروف ان هو رجل صالح حافظ القران، احنا عاوزين نرقي بنتنا. تمام. بس. خلاص ان شاء الله تكون الاجابه وصلت وربنا يعافينا يا رب.